اخواتي اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اليوم سنتكلم عن النافذه الواحده دائما، وبالاخص نتكلم عن التعديل الشامل احد خدمات النافذه الواحده. وكمثال سناخذ اليوم تعديل في سجل التجاري. اذا اول شيء ندخل على الحساب الخاص بنا على النافذة الواحدة، سواء باليوزر نيم أو الباسورد أو بالبطاقة الذكية أو تعديل في سجل تجاري. إذا ندخل كشخصي نوع الحساب على النافذة الواحدة، هناك شيء اسمه خدمات. ندخل على الخدمات، احنا هنا يكون السيستم شوية ثقيل بس فقط نحتاج بعض الوقت ليعطينا الخدمات الموجودة. إذا هنا على الخدمات ندخل على خدمة التعديل الشامل. ما هي خدمة التعديل الشامل؟ كما تلاحظون هنا خدمة التعديل الشامل هي خدمة تتيح أي نوع من التعديل على الشركة، أي تعديل شكل قانوني، إضافة أو حذف النشاط، تعديل في عقد تأسيس أو شركة، تعديل المخولين إلى آخره، تعديل في الاسم التجاري وأشياء كثيرة. بعد ذلك سندخل إلى بدء خدمة التعديل، نختار الشركة. هنا عند اختيار التعديل يعطيك الشركات الموجودة على البطاقة، أي الشركات التي أنت بها كمخول بالتوقيع أو كشريك في الشركة. سأختار الشركة التي أريد أن أعمل لها تعديل شامل. هنا كما تلاحظون هناك بيانات عامة على الشركة، وهنا عند التعديلات كما تلاحظون هناك نوع التعديل الذي أريد أن أطبقه على السجل التجاري. وبين قوسين يمكن اختيار جميع التعديلات، يعني ليس لكل طلب يمكن عمل تعديل واحد فقط. النظام القديم على وزارة التجارة مثلا عند التعديل يعطيك اختيار تعديل واحد في كل طلب، فهنا مثلا قلنا سيكون التعديل على المدير المسؤول أو المدير المدراء، لأن المدير المسؤول هو الموجود على الرخصة التجارية، فأنا أحتاج أن أضيف مدير على السجل التجاري. نختار نوع التعديل، كذلك يعطيك اختيار إن كان التعديل تريد أن تضيفه على وثيقة عقد تأسيس، أضع نعم. قال لك حدد هذا الخيار إذا كنت تريد في طباعة وتوثيق ملحق تعديل وثيقة تأسيس. سيتم إضافة رسوم توثيق للمعاملة كذلك. إذا بعد ذلك تأكيد التعديلات. إذا بعد اختيار التعديل المراد فعله سندخل التالي. بعد ذلك لدينا الأنشطة تأكيد، لأنه التعديل سيكون حول هنا سأضيف مدير. إذا سأضيف بطاقتي الشخصية، قلت سأضيف البطاقة الشخصية للمدير المراد إضافته وتاريخ انتهاء البطاقة. هنا أخذ مثال بطاقتي الشخصية، استرجع البيانات. هنا يعطيني جميع البيانات الخاصة بي إضافته. وهنا في شيء مهم يجب إضافته كمخول التوقيع، في حالة عدم الضغط على مخول بالتوقيع فسينضاف، لكن عند طباعة السجل التجاري لن تجد الاسم موجود. إذا نضيفه كمتوقع. هنا كذلك صلاحيات، نختار من القائمة الشخص والصلاحية مدير ونوع الصلاحية. فالصلاحيات هناك صلاحيات إدارية وصلاحيات كاملة مطلقة. ذلك نعمل تأكيد، وهنا بالنسبة لعقد التأسيس كذلك نعيد طباعته مع المدير.
فيعطينا بيانات رأس المال للشركة، هنا مدة الشركة كذلك، نؤكد على المدة، ويجب وضع نوع عفوا عقد تأسيس القديم، أي رقم التوثيق وتاريخ التوثيق. كما قلت نضع رقم التوثيق وتاريخ التوثيق كذلك. ومتى تم توثيق الورق؟ بعد تقديم الطلب تجدون هنا موجود تحت الإشراع. بعد ذلك ننتظر فقط الموافقة أو إرجاع الطلب وملاحظات من وزارة الشرع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.